am tren. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. ما بعرف كيف كنت بدي كفي هالحياة من دونك. انا حدك وما رح اتركك، رح استاجر لك شغل، بس ما بدي هدى تعرفه ويعرف سعيد. اللي بيناتنا بيضل بيناتنا. لو ما عمي راح جابها من الميتم كان هلا بيكون كل شيء باسمي وباسم خيي. بدي كاني ما اكرهها وحده، ولا من لحمنا ولا من دمنا، رح تاخذ كل شيء، كل املاكنا. هذا كل اللي صار معي اسمي، هلا هي موجودة بالمستشفى. هيك لجان مختار فيي اطلب منك خدمة. قول يا خليل شو بدك؟ حلفك برحمة نعمي بترابه، ما تخبر خواجة سعيد انك شفتني وخبرتني شي عن ياسمين، ما تحرجني وتسألني ليش. اوكي فاطرك الله معك. سعيد بده يقتلها ليخلص منها. مش معقول ياسمين تنتحر، مش معقول. لازم احكي الدكتور جو، بركنا ننقلها على المصاحبة أسرع وقت. إذا ما قبلي تنقلوها غصب عنها وأنا المسؤول. يلا هون في مطرح صف. قررنا أنا وابني نمسك كل شيء، وما توخذنا على الكلمة، قررنا نستغنى عن خبيتك. نحن رح نضل حدك ومش رح نتركك، ورح نضل نجي نشوفك لو شو ما صار. مبروك صرت مدير عام الشركة. شمر لي عن زنودك وفرجيني شو بده يطلع منك. بكرة بتشوف شو رح يطلع مني.
كيف كان نهارك اليوم؟ اليوم نهارك كان أكتر من حلو وأكتر من منيح. يا رب إن شاء الله كل أيامك بتصير منيحة وحلوة. في ناس كتير عزيزين على قلبي كان لي كتير زمان ما شفتهم، اليوم أجوا زاروني. ما بتشوفك كل هالناس إلا وأنا مش موجودة. ما تعت عليهم، بكرة رح يرجعوا يزوروني، هيك بعرفك عليهم. عايشين أنا بكرة. بنت عمك بكرة أو بعد بكرة بالكتير رح بتفوت على المصح. لما تطلع بدي تلاقي كل شي ماشي وأحسن من مكان. لما تطلع رح بتلاقي كل شي ماشي وأحسن بكتير من مكان. هيدا اللي بدي إياه. ورح أعمل كل شي بدك إياه بالضبط، ويمكن أكتر بكتير من يلي بتفكر فيه. هيدا الحكي اللي بحب أسمعه منك. هيدا كل اللي خبرتني يا كرم، كل اللي صار معنا امبارح بالليل. شو رأيك؟ رأيي بيتوقف على وجود هالشخص بحياة ياسمين. هلا بعد كل اللي خبرتك ايه بعدك عم تفترض انه هالشخص موجود؟ لازم افترض، ولازم الحق خيال مريضتي للآخر. لنفترض انه حدا طلب منك تشخص كل المراحل اللي عم تمر فيها ياسمين بس بدون ما تعرف المريض، شو بيكون تشخيصك بهالحالة؟ اضطرابات نفسية، تهيؤات ومحاولة الانتحار. شو اسبابها وشو تعريفها بعلم النفس؟ اكتئاب شامل وعدم رغبة بالحياة. انت برأيك ياسمين عندها اكتئاب؟ لا، ياسمين عندها حالة رفض لموت اهلها واصرار على هالرفض. طيب في حال لما بتطلع من هون وترجع على بيتها حاولت انها تنتحر ونجحت انها تقتل حالها، بتقدر انت تحمل هالمسؤولية كونك عم تعارض انها تفوت على المصح؟ لا، لكن هلأ القرار صار بإيدك. حطيتها بأجواء علاج مكثف بالمصح. وشو كانت ردة فعلها؟ ما تقبلت الفكرة بالمرة. أساساً كلمة مصح بالنسبة لمريضة بحالتها كلمة قاسية ومنها مناسبة، وبعدين ياسمين واعي لكل شيء عم يصير حولها. عال، لكن حاول أنت أنك تفهمها إياها بطريقة مناسبة. ماشي، راح حاول دكتور بالإذن. الله معك. حادثة وجود هيدا يلي بتسميه زياد ويلي بعد لحد هلأ ما حدا شافه، خلوني اقتنع انه المستشفى الخاص ضروري لهيك حالات.
قصدك المصاح ما هيك حكيم؟ أنا بفضل سميه مستشفى خاص للحالات النفسية والاضطرابات العقلية، يعني للمجانين اللي مثلي. أنت مش مجنونة، أنت بحاجة لحماية من نفسك ومن الناس اللي حاولوا يقتلوك. في عنا معركة بدنا نفوت أنا وياك فيها، بس بالأول حابب أعرف أنت مع مين، معي أو مع المرض؟ أكيد معك يا دكتور. أنا رح كون صادق معك ورح قلك كل شيء لحتى تعرفي حالك وين واقفة. ياسمين، بإرادتك فيك تشفي وبإرادتك فيك تضلي مطرح ما أنت. زياد، زياد، هيدا زياد. ياسمين دكتور، روحي حبيبتي. دكتور زياد يا برا. روقي حبيبتي، روقي. دكتور هلا شفته. روقي، رح روح طول. أنا مش عم بتخيل، أنا شفته، أنا شفته. طب ليه عم بيصير معي هيك؟ ليه راح وما رجعت؟ ليه؟ طب ليه؟ يمكن بده يشوفك وحدك. كيفية أنا عقد وما عم بتخيل؟ كيفية خليك تصدق أنه شفته قدام عيوني؟ كيف؟ ياسمين، حتى تقنعيني لازم تقنعي حالك انك بحاجه لعلاج. صدقيني بس تشفي منك لحالك رح تعرفي اذا كان زياد خيال ولا حقيقه. موافقة؟ ها؟ موافقة. لا لا الله معك. مرحبا وليد. اهلا جو، قل لي شو عملت. كل شيء تمام، بس بالاول حبيت اقول لك انه معك حق بالنسبه لموضوع زياد. ليش؟ شو صار؟ بعزبك بهيدا بليز. لا توجعي. اوكي. لا توجعي؟ لا. كارمن بليز، وقت نخلص فيك تساعدينا بدي امشي شوي؟ اكيد. ما بعرف شو السبب اللي بيخلي صورة زياد تجي فجأة لذاكرتها بعد ما مر علي مثل هالحالة. يمكن لأنها عم تدور على حالة حب تعوض فيها عن الحالة اللي كانت عايشتها مع أهلها. بس بهالطريقة رح تصير مجنونة بإرادتها. بمفهومها اختراع شخص تحبه بهالطريقة بريحها من وجع خسارتها لأهلها، من شان هيك عم تهرب من واقع لخيال بيشكل لها أمل جديد بالحياة. هيك يا كارمن، فيك تتركيني امشي لوحدي شوي؟ تقدري؟ خليني اجرب. شو برجع بهديك؟ لا لا هلا بيمشي الحال. المهم
المهم انها اقتنعت معك انها تروح بارادتها على المصح وتتعالج. بس المساله مش هينه، علاجها يمكن ياخذ شهر او سنه او اكثر بكثير، بس بالنهايه رح نوصل لنتيجه. شو رايك ننقلها بكره؟ ممكن. ليلي رح اسهر واكتب تقرير مفصل عن حالتها. بعد يلي شفته في كثير امور تغيرت بنظري. رح احكي انا مع المصح واحجز لها، وبرجع بحكي مع عمها وبحطه بالاجواء. ماشي. خرج وليد. مع السلامه جو. بعد ما تعبتي اشتقت امشي. اذا تعبتي انت ارتاحي. لا بس انت ترتاحي انا برتاح. انا هيك كتير مرتاحة. المفروض بكرة كلكم تكونوا حدا وترافقوا على المصح. ان شاء الله خير. وشو بيتوجب علي انا حاضر. لا هيدا الموضوع بنحكي فيه بعدين. اذا الله رب. بشوفكم بكرة. شوف وجهكم بخير. شو يا سعيد؟ شو صار مع البنت اليوم؟ شو كان عم بيقلك الحكيم؟ بكرة رح بفوتوها على المصح وبموافقتنا. ليش صار معها شي جديد؟ مثل العادة، خبرية زياد. شخص جبان بلا ضمير وبلا قلب وبلا احساس. شو بك دخلك؟ شو بك؟ ليه عم تحكي عن حالك هيك؟ لاني عم بستغل ضعف البنت اللي بحبها. هي بحاجه لإلي وانا عم بستغل ضعفها. ايه بس انت ما بحياتك كنت هيك. شو عم بصير معك؟ اف لو بتعرف قد ايه انا بحاجه لإلك هلا. انت تعرف اني حدك شو معزت. بس احكي شو بدي بصر انا يعني. خلينا نشوف في وجع. لا ابدا. هيك لا. شدي صابعك. في وجع؟ لا. برافو كتير منيح. لكن بعتقد ما عاد في ضرورة للصور مرة تانية. إيدي اللي جربتي تمشي اليوم؟ صار لها ساعة عم تمشي. بدون ما تساعديها؟ بدون ما ساعدها. برافو. كارمن اسمحي لنا شوي. حاضر دكتور. لينا حاسة إني تغيرت عليها. ما بقى في يمثل عليها انه بحبها. ما بقى في يمسك لها ايدها، ما بقى في يبوسها، ما بقى في اعبطها، ما بقى في اقعد معها واحكي معها. ما بعرف. بعرف شو عم تخبرني شيء جديد يعني؟ اصلا هي حاسه انها عم تخسرك. وضايعه. مش عارفه شو بدها تعمل لحتى ترجع تردك لها. ليك يا صديقي، ما في شيء بالعالم بقى بردني للينا. خسرتني انت. ما بيكفي انك تقبلي تتعالجي، لازم تفكري انك تخلصي من كل رواسب الماضي وتفتشي على شيء يخليكي ترجعي تحبي الحياه. من بعد ما ماتوا اهلي ما بقى في شيء بيخليني احب الحياه. ياسمين كلنا بدنا نموت والحياه تستمر. المهم تقرري تفتشي على الامل وتقرري بينك وبين نفسك انك تنتصري على حاله الضياع اللي انت فيها. طمن دكتور، أخذت قراري. كلنا حنكون حدك، ما رح نتركك، لا أنا ولا الدكتور جو. أنا بقدر تعبكن معي. أنت بنت نعمة ديب، ما تنسي. إيه إيه يا خيي، رحيب التنظيم المدني بس بدها شوية وقت لقصة. أوكي أوكي ليك، بشرفك احكيني بكرة على المكتب، ماني سامعك هلا. أوكي باي باي. بسم الله عليك، شغلة خطر الليل يا زلمة. تاخد ورشة من واحد تقلك هلا معقول؟ ناس بلا زوج. شو كنت عم بحكي انا وياك دخلك؟ ايه بدي اسألك شغلة.
يا خيي في شي محيرني، كيف معقول علاقة حب قديمة مثل يلي بينك وبين لينا تخلص هيك؟ الوقت، الوقت لما تعيش انت وبنت فترة طويلة بتتعرف على اختلافاتها وعن مشاكلها، وهي كمان بتتعرف على اختلافاتك وعن مشاكلك، ساعتها بصير في نضج بالعلاقة، بصير في نوع من المنطق بالحب، وهيك بصير مشروع زواج. بس لينا حبتك مش جديد، قديم وبأسوأ أوقاتك وبعدها بتحبك ووقفت حدك على الحلوة وعلى المرة مثل ما بيقولوا. إيه بس يا حبيبي، لينا حبتني على طريقتها الخاصة، يعني حب في تملك، في فوقية، في تسلط، في أنانية. إيه بس هيدا كمان نوع من أنواع الحب، هيدا بيسموه حب أعمى. هلا بشرفك أنت فيك تتحمل هيك علاقة؟ صار لك عم تدافع عن لينا كل الوقت. أنا دخيلك أكتر من 3 ساعات مع وحدي بغطى قلب. ليش عم تحكي لكين وتدافع؟ خي بدي كرمالك. اهتم بحالك. سألت؟ لو خي روح يعني. آخ مش ظابط اللعنة. كان يحبني بس لما كان بحاجة لإلي. وإمتى بدها تخلص هالمسخرة؟ ما بعرف بس أنا بدي أعرف. اللي بيني وبين فراس ما حدا بيعرف نهايته. بس شوف بنتي عم تتعذب غصب عنك وعنه بدي أعرفه. عاملين علي سندات بكل المصاري اللي دفعوهم لأظهر من الحبس، وماسكين علي اشياء تاني كمان. فهمت هلا ليه ما كنت قادر اخذ موقف؟ يا اول مره بتخبرني عن هالشي. ليه خفيت عني الموضوع كل هالوقت؟ ليك خلينا نفل من هون. ريان بليز اعطينا الحساب. روق بلا الحساب هلا، ليه عم تغير الموضوع؟ ليه خفيت عني القصه كل هالوقت؟ لأني كنت عارف إنه ما رح تقدر تساعدني. شو عرفك أنت إنه ما في إسادة؟ كيف فيك تساعدني أكثر من إنه تسمعني بس؟ جربتني شي؟ بكرة بتفوت على المصاح وما حدا بيعرف أنت رح تطلع. نحن رح نفوت بحياة جديدة وكل أحلامنا رح تتحقق. مين كان بيقول رح تزبط معنا بهالطريقة؟ حقنا ورح يرجع لنا، ويلي إجت من المأوى رح ترجع على المصاح. تقبلي معهم بأي طريقة تفوتي على المصح، فهمتي؟ أوكي. يلا باي. باي. باي حبيبتي. باي طول. باي. مستعجلين عليا بدهم يفوتوها على المصح ليكولشوا على كل شيء. خليل عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك، بس عم فكر كيف واحد بيتصرف هيك مع بنت خيو. قول بالنسبة لسعيد هيدي مش بنت خيو، هيدي بنت غريبة، مدري من اي مأوى جاي تورط كل هالورتة. اخ لو ما مأمني على السر المرحوم نعمي. بس اصحى انت تقلي بنت مين؟ ايه لكن كاي فيك يا خليل، ما بقى بدي اعرف، ولو بتموت ما بقى رح اسمع لك. صباح قلت لك ما رح اسمع لك خليل. ها صباح، انتي ام وست وقليل اللي مثلك بهالدنيا. ايه ضحك علي بكلمتين، ما بدي اسمعك. بس شفتك عطة ياسمين، طلعت بوجهي لقيته مليان عطف وحنان ورحمة، عرفت ساعتها ليش ولادنا طلعوا اوادم وشرفة وما قالون عدو. الام كل شي بالبيت يا مرة، والام الصالحة اللي مثلك
ما بتتعوض. ليه انت في حدا بامانتك وحنيتك وادميتك؟ ليه نشوف دموعك انت عم تطلع بياسمين؟ تقبرني انت قليل كتير رجال يلي مثلك. بس فيك توك واحد انا ما بحبه، سرك كتير غميت. بيسمعونا ليه فتي عودوا طلعت نفسي بغراضة؟ شو قولك؟ بكره رح تفوت على المصح واللي عم بعمله هلا بعد شوي كلهم رح يعملوا، واول وحده اختك لينا. هلا اذا شفتك امي بتعملنا مصيبه. ما تخيف بقلها عم تضلها تيبه وغراضه. مش رح تمروا عليها. بتعرفي طميعه وبدي كل شيء لك. لقلنا حبيبي، لقلنا مش لقلي وحده. بعدين امك بالزيت ما بيهمها الا اختك لينا، وشو بصحها الا تكوكشلا وتلململا من قدامك ما بتقصر. لينا هي نقطة ضعفها، وانا سبقتهم لهون لانه انت ومالك وحقك نقطة ضعفي. عجلة ابني جعلان على حدا كبسة، عجلة. ما حدا بيرو فينا بيكونوا عم يفكروا بشيء اهم بكثير. بتعرف بشو عم فكر يا خليل؟ بشو؟ قولك مين زاد هالبنت على البلكون؟ سعيد؟ ولا مكرم؟ أو استأجروا حدا من برا؟ إذا مزبوط هن اللي عاملينها ما راح يدخلوا حدا من برا حتى يكشفوا. يا ريت فينا نهرب ياسمين من بيناتهم، يا ريت، وياخذوها للمصاري ويكيل عن أبو المصاري وأبو ساعتها. مين عم يسأل عن المصاري؟ لك شو بيكوك يا خليل؟ منيح منيح. مكرم؟ ليك كم حساب عندها؟ شايفة؟ شو بدك تعرف فيه؟ ولو؟ بدي سؤال؟ Thank you.
شوف شو بدها ياسمين غراض للمصاح. مكرم؟ نعم. خد مرتك واطلعوا من الاوضه. امك بتعرف شو بدها ياسمين وشو ما بدها. شوف فرق بين امي وبين سابين؟ كل هال حق علي انا. حق علي انا جبرت مرتي تعمل واجباتها مع بنت عمي. بتبرر اني وحده من البيت. انا وحده من البيت وبزياده، مش اهتمامي بياسمين هو اللي رح يزيد هالشيء. على كل حال عمي هودي الغراض هيون على التخت، هلا بس تجي مرت عمي بتهتم بالباقي. مكرم ما تفهموني غلط، ما تفتكروا انه انا ما عندي زقفيه، بس مش لاقي انكم تفوتوا على اوضه بنت عمك وهي مش موجوده. بكره لما هي بتطلب ساعتها بصير لكم حق تنبشوا بغراضها. نحن ما عم ننبش بغراضها، نحن عم نضب لها اياهم بس، مثل ما انك شايف. لو عنا غير نيه كنا جينا بغير يوم وعملنا يلي بفكرك منه. بالاذن. يلا سابين. حطيت لي كريدت كارد بجيبتي. منيح المكتب اهلهم. من هلا ورايح في كثير اشياء رح اعملها ما حدا رح ينتبه لها، خصوصي بيي. متوقعة بس مش الليلة. عودي السندات. ياسمين بكره رح تفوت على المصح. مهمتك خلصت. وبنتي عود عنا احسن لك. هيدي نصيحة. وإذا ما قبلت النصيحة تعرف شو رح يصير شيء قبل ما امشي.
لا مرسي كارمن. تأخرت سهام، ما بعرف شو صاير معها، امبارح كمان ما اجيت. ما تعطلي هم، اكيد الدكتور وليد بيكون دبر حدا محلها. اكيد. يلا باي. باي. كارمن؟ نعم. بدي اقول لك مرسي على كل شيء عملتي معي. ما في لزوم تشكريني، هيدا واجبي. وعلى كل حال انا كمان بدي اشكرك على ذوقك ولطفك. بشوفك بكره، تبعي على حالك. يلا باي. باي. كلكم صار معكم خبر انه ياسمين فاتت اليوم على المصح، وكلنا لازم نوقف هدا. هيدي واجباتنا. وان شاء الله بنتك ما تسمعها شي كلمه جنانه اكثر ما هي مجنونه. اذا هالقد خايفين على شعورها بلا ما نروح لكان. لينا، انا قلت كلنا لازم نوقف حدا، يعني كلنا. شو فهمتي؟ ايه اوكي. عودة السندات. ياسمين بكرة رح تفوت على المصح. مهمتك خلصت. وبنتي، عود عنا أحسن لك. هيدي النصيحة. وإذا ما قبلت النصيحة، تعرف شو رح يصير فيك. ما رح خليهم ياخذوها على المصح. ما رح خليهم ياخذوها على المصح. ما بعرف كيف رح بيكون شكل الوداع لياسمين اليوم. قد ما فينا رح نفرجيها عاطفة، لأنه يمكن تطلع بسرعة، هيك بتتذكرنا بالخير. ما هو يلي بيكون عنده شوية عقل وبفوت على المصح، جوا على الشوفات يلي بيشوفها كل عقله بيطير. ما عليك عم تحكيني بالذاكرة؟ وتضل تتذكرنا، وين المشكلة يعني؟ ما جوا رح تنسى اسمها. وإذا هون كنت عم بتشوف أهلها وهيدا اللي اسمه زياد، إيه جوا حالها ما رح تشوف بقى. يلا قوم بلا ما نتأخر عبيك بيفكرنا عم ننبش له بغراض وغراض أمك. بكرة التنبيش رح يبلش بغراض عمي نعمة. الله يرحمك يا عمي. امبارح مكرم وسابين كانوا عم فتشوا مثل الحرمية بأوضة ياسمين. هيدي شغلة زعجتني كتير. الحشرية بتخلي الواحد يتعدى حدوده. ومكرم ابنك انت بتعرفه منيح، شو ما بتقله مرته بينفذ. نحن جاهزين. يلا